بالنسبة لمباراة اليوم انتهت بالتعادل السلبي ما بين مصر والنيجر. سيد المدرب، ما هي ردة فعلكم ما بعد هذه المباراة وهذه النتيجة؟ هل هي النتيجة التي كنتم تتوقعوها؟ شكرا لكم، نحن جد قنوعين بالنتيجة، لقد احترمنا خصمنا وقد استطعنا، كانت هناك فرص من أجل التسجيل ولكن في نفس الوقت لم نستغلها، وهذا هو، لكننا في جميع الأحوال جد قنوعين وجد راضين بهذه النتيجة. شكرا لك أيها المدرب. سيد المدرب، بالنسبة لهذه المباراة، ما هي انطباعاتكم حول هذه المباراة الأولى؟ النتيجة ما كانتش بالشكل اللي أنا محتاجه. أعتقد أن احنا كنا نستحق الفوز بالثلاث نقاط بالمباراة، وأطيحت لنا أربع فرص في القائم وحد صلح لي قال لي لا ده هم أربع كرات جم في القائم. فهمت واستوعبت كده أن الكرة مش عاوزة تدخل زي ما احنا بنتكلم في الكرة. Jogamos para ganhar o tempo todo. لعبنا أدينا المباراة بهدف الفوز بالثلاث نقاط، وأنا بالتعادل ده اللي أنا فقدت نقطتين مهمتين نرجع نقف ذهنيا بسرعة جدا عشان من أجل المباريات القادمة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.